تعتبر هذا المشروع ما له طعمه؟ استاذ مرسل عم نضحك على بعضنا وكذا. استاذ مرسل شو هالحكي هذا؟ طيب ليش ما بنشوفك باب عبده تطلع تقله للرئيس كل ما يعني تشعر فيه في داخلك؟ بتعرف شو بقول لي الرئيس؟ شو؟ ما طلعت عده مرات بقول لي قوم بوس ثراز. نطلع نضل اجتماع ساعة. مين ترز؟ بينتهي الاجتماع. الياس الياس فل من الحلقة. انسحبوا ممثلي التيار الوطني الحر من الحلقة. بس مين ترز؟ ما عرفت مين ترز؟ كل اجتماع كان ينتهي قوم بوس تريز. مين تريز؟ عن جد بس مين تريز؟ انا عن جد شو عن جد؟ كان ينتهي انه تفهم انت وجبران.